لا تنسوا دعاء سيدنا الخضر، دعاء ما قرئ على مريض إلا شفي، ولا على مبتلى إلا عوفي، ولا على عسير إلا يسر، ولا على حاجة شديدة إلا الله قضاها. اكتبوا دعاء سيدنا الخضر واحفظوه جميعا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. هي أول واحدة كتبتوا؟ كتبتوا؟ تاني واحدة، بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. ما كن جايبين ورقة وقلم، ما هي؟ ما كن جايبين ورقة وقلم، لازم نوقفكم جزاء لآخر الدرس. واحد بيجي يا ابني عن ما بيجي بدك تاكل، ما لك جايب معك معلقة؟ إذا ما في معلقة بياكل بأصابيعه، أما جاي على الحرب وبدون سلاح، جايين على الدرس ما في ورقة وقلم، هي راحت منكم هلا. مين بدكم تكتبوها بقى؟ بتقول له لا فيك والله نقلني اياها، بقول لك شو هي؟ والله اللي حكاها الشيخ كمان تاني نسيانا. فابني لا حدا يجي على الدرس الا بورقه وقلم، الا في ناحيه واحده، معلش خلينا نعذركم، اذا كان القلم بميل لك كتفك او الورقه بتميل لك كتفك لا تحملها. بتميل الكتف، بتوجع الصلب، اي الله يهديني ويهديكم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. هي ثلاثة صاروا. الرابعة، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.